تواصلا لعرض كرت المفاجآت من سبع فون دشنا بمحافظة تعز السحب الثاني للمرحلة الثانية على العديد من الجوائز العينية والنقدية، وأيضا تم السحب على الجائزة الكبرى. التفاصيل في التقرير. موسم جديد تدخل به سبافون شركة الهاتف النقال الأولى في اليمن بتحد جديد لتقديم أقوى العروض لمشتركيها. فمثلما كان الموسم الأول لعرض كرت المفاجآت ناجحا بجوائزه وتفاعل المشتركين معه، كان العرض الثاني أكثر قوة وتنافسا. نتقدم اليوم بأحد أقوى العروض في سوق الاتصالات في اليمن الذي بدأناه العام الماضي 2013، والذي يمكن المشتركين جميعا الفوز بجوائز من عدة جوائز: كرت المفاجآت، كرت إكسترا، والفوز بالجائزة الكبرى سيارة فاخرة بي ام اكس 3 2014. السحب الثاني من الموسم الجديد كان في تعز وبحفل فني أقيم بالمناسبة، فاز العشرات من خلاله بالجوائز النقدية والعينية منها سبائك الذهب، وحصل المشترك أحمد حسين محمد الشرافي على الجائزة الكبرى. كما هي سبافون الأوسع انتشارا، فإن عرض كرت المفاجآت تتوزع احتفالاته، فأي محافظة تحظى بالسحب الثالث؟